كابتن كان بيعاني من بعض الام قاسيه في الظهر خلال الفتره الاخيره، لكن يعني ان شاء الله نطمئن عليه خلال اليومين القادمين ويكون في افضل صحه وحال يا رب باذن الله، ويباشر مهام عمله في النادي الاهلي في الفتره القادمه. ده خبر في البدايه. طبعا التدريبات النادي الاهلي متواصله في التوقيت الحالي. كلنا عارفين ان خلاص يعني الفتره الحاليه فتره توقف للدوري العام نتيجه الاجنده الدوليه بالنسبه للمنتخب الوطني، فريني فايلر فضل ان ما يكونش فيه اجازه، ما يكونش فيه راحه في الفتره الحاليه، وان يكون فيه استعداد للفتره القادمه عشان يعد كل اللاعبين ما كانوش بيشاركوا في التشكيله الاساسيه او مشاركتهم بتبقى على اسف مشاركتهم بتبقى على مراحل بسيطه جدا. ف النهارده كان في تدريب بدني لفريق النادي الاهلي، وخاض الفريق فقره للكرات العرضيه تحت اشراف ريني فايلر. ادى الاهلي تدريب في الساعه الخامسه من مساء اليوم وفقا لبرنامج الاعداد اللي وضعه الجهاز الفني، وبيتضمن تنفيذ بعض الجمل الفنيه. الجهاز الفني وضع خلاص بقى خطه العمل خلال الفتره اللي جايه. هيكون في راحه 48 ساعه يوم الجمعه، يوم الجمعه والسبت المقبل، ثم في مباراه وديه ان شاء الله يوم الاثنين القادم استعدادا لمباراه الزمالك يوم 19 اكتوبر الجاري. اسف يا جماعه بعتذر لكم، يمكن دور برد بسيط كده، لكن الجهاز الفني خلاص حدد موعد المباراه الوديه يوم الاثنين القادم، وفي تجهيز لجميع اللاعبين والعناصر ان شاء الله خلال الفتره القادمه. خلاص فتره توقف الدوري دي فتره طيبه، الجهاز الفني بيفضل ان هو يجهز كل العناصر للفتره القادمه واستعداد وتجهيز اللاعبين للمرحله القادمه، خاصه كمان بعد ما يعود اللاعبين الدوليين بعد نهايه المشوار الدولي مع المنتخب الوطني. عمرو السوليه خلاص تاكد للاسف عدم وجوده مع المنتخب الوطني في الفتره القادمه نتيجه الاصابه، وبيخضع ليه جلسات علاج طبيعي في النادي الاهلي في التوقيت الحالي. الاصابه كانت عباره عن جزع في الرباط الخارجي للكاحل خلال مشاركته في مباراه اسوان. الجهاز الطبي قال ان حاله السوليه شهدت تحسن ملحوظ وبدا تورم القدم في التلاشي بشكل تدريجي. الجهاز الطبي قال ايضا كمان اللاعب يخضع لبرنامج علاج طبيعي للتخلص من تورم القدم بشكل نهائي والاطمئنان على حالته قبل تنفيذ البرنامج التاهيلي في تدريب في الجيم وملعب التتش. كان في تدريب النهارده منفرد للثلاثي الاهلي، خاض كل من شريف اكرامي وعلي لطفي واحمد طارق ثلاثي حراس المرمى، تدريبات منفرده تحت اشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون، ده مدرب حراس النادي الاهلي. خضعوا الثلاثي لتدريب حراس معاه عشان يجهزوا يستعدوا للمباريات القادمه والفتره القادمه، في ظل كمان ان في 11 لاعب موجودين في المنتخبات الوطنيه في الفتره القادمه. عربي بدر ومحمد عبد المنعم لاعبي فريق الشباب بالنادي الاهلي بيشاركوا مع الفريق الاول في الفتره القادمه، وزي ما قلت لكم في مرحله سابقه فرصه طيبه ان لاعبي فريق الشباب يكونوا موجودين في الفريق الاول في الفتره الحاليه، في ظل حرص ريني فايلر على الاستعانه بلاعبي فريق الشباب في الفتره الحاليه واستحداث عناصر جديده تكون موجوده في الفريق الاول. الجهاز الطبي كشف النهارده عن تفاصيل البرنامج العلاجي والتاهيلي لمروان محسن. الجهاز الطبي النهارده يمكن حدد الحاله الخاصه بمروان محسن وازاي هيستعد للمرحله القادمه، خاصة بعد الجراحة اللي خضع عليها في الوجه خلال الفترة الماضية. الجهاز الطبي قال إن مروان هيبدأ تنفيذ جلسات علاجية وأداء تدريبات في الجيم خلال الفترة القادمة حتى نهاية الأسبوع الجاري. طبعا ريني فايلر حرص على إن هو يتكلم مع مروان شوية عشان يبدأ يستعد نفسيا للمرحلة القادمة، في ظل لما بتتكرر أكتر من إصابة بالنسبة للاعب بتبقى مؤلمة ومزعجة لأي لاعب بالتأكيد، خاصة لما مروان لعيب دولي وتعرض لإصابات للأسف في فترات سابقة، لكن إن شاء الله هيكون جاهز مع الفريق في المرحلة القادمة. مروان تعرض لإصابة في الوجه خلال كرة مشتركة أثناء مشاركته في مباراة سموحة بالأسبوع الأول في الدوري، وخضع عليه جراحة في الوجه، وبدأ أمس التدريب داخل صالة الجيم بعد انتهاء فترة الراحة اللي استمرت لمدة 10 أيام. النهاردة كان في طبعا مؤتمر صحفي بالنسبة للمنتخب الوطني، وكلنا عارفين خلاص المنتخب الوطني بيبدأ استعداد جديد بالنسبة للمرحلة القادمة. كابتن محمد بركات مدير المنتخب اتكلم النهاردة في المؤتمر الصحفي عن حرص الجهاز الفني في المعسكر الحالي على توفير كل سبل الراحة والدعم للاعبين في الفترة القادمة، وقال كمان
المنتخب النهارده بيقود اول تدريب ليه على الملعب استاد القاهره الدولي استعدادا لمواجهه بتسوانا يوم 14 اكتوبر الجاري. بركات قال على هامش مراية المنتخب احضرنا كل وسائل الترفيه في المعسكر لدرجه اننا احضرنا بلاي ستيشن في المنتخب من اجل مواجهه الملل اللي ممكن يواجهه اي لاعب اثناء فتره معسكر لو فتره طويله قبل اي مباراه، وفي ظل مباراه بتسوانا لسه يوم 14 فالجهاز الفني بيحاول ان هو كابتن حسام بدري يوفر كل سبل الراحه للاعبين في الفتره اللي جايه. تابع بركات وقال ان حسام البدري قال للعيبه المنتخب في اول تجمع ليهم بالامس ان العدل سيكون اساس الاختيارات في المرحله القادمه والمشاركه هو الاساس في الاختيار واللاعب الكبير سيكون موجود نتيجه جهده ومستواه مع